السلام عليكم. لا شكرا على واجب اخي. مرحبا، ها فين وصل الزرع ديال السنجة. هذا الزرع اللي مسرح ليه السنجة على 70 سنتيم، وغنوريك الزرع اللي مسرح ليه السنجة على 30 سنتيم وتشوف تبارك الله تا هو كيدير. اسالكم بالله، استغفر الله في هذه الساعة، انتم من يشاهدنا، لعل الله ينظر الينا في هذه اللحظة وحنا في مجلس خير ومجلس علم والملائكة تحفنا. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. ورددوا رددوا ايها الاحبة ومن يشاهدني، لا تتكبر على الله. هذا كاين كيبقى شويه الفرق بيناتهم. انا جيت لهذا الفان، هذا الفان اللي ما محولش ليه السنجه، وغنوريك حتى الفان اللي محول ليه السنجه، و جيت نجيبك البلايص العيان باش ما نوريوكش حنايا نغروكش، نوريوك شي بلاصه اللي مليحه ولا شنو. وانا غنديك نوريك حتى السنجه ديال 30 سنتيم وغتشوف كي دايره. النواط ديالو هو هذا، وانا زايدو شويه في الزريع. انا راه ما نقولش لكم الكميه اللي زارع حيت راه بزاف كيكثر القيل والقال وداكشي، باش ينوض لي انا بهاد الكثافه دي بحال هكا. انا زارع واحد الكميه اللي ديالي الراسي، وحتى هنا الوسط، واخا تشوف هاد الخويات ديال الوسط وداكشي حتى هما راه كيبداو جايين. الله يرحمنا بشي شبعه ديال الشق. المهم هذا هو الزرع هنايا كما كتشوف معايا، هذا كامل بحال هكا. الله ييسر الامور، و ملي غنداويو هداكشي وغادي يبان لكم الفرق عاوتاني بيناتهم. انا غنمشي دابا نوريكم الزرع، نوريكم القنت اللي حدا المسجد لهي، وغنوريكم الزرع ديال 30 سنتي. وهنايا هذا قرب المسجد هنايا، ها هما غادي. انا بعد ما حولت ليه السنت راه حولتها ليهم الوسط في هاد البلايص اللي كيبقاو هداكشي، من بعد ما ناض هداكشي سميتو حولنا ليه السنت هنا الوسط. انا غنوريكم حيت كامل جاي نايض، هذا غير باقي صغير شويه، حتى هو غيولي بحال هذا. من دابا عاد كانت قهرات، وديك الجريحه اللي دازت هاد الايام هي اللي كانت عكزاته شويه، اما راه كله جاي خارج ها كما كتشوفوا معايا، كله جاي هو باقي. يلاه نمشي نوريكم دابا ديال 30 سنتيم. وهذا هو الزرع ديال 30 سنتيم، راه اللهم بارك، راه تبارك الله، حيت سمعت شعب اللي المهم قادوس ما بين التقبة والتقبة ديال 70 سنتيم ولا سميتو. تقابنا كاين دي باركور درنا وزدنا السنتة هنا، راه تبارك الله راه خيرات مولانا. المهم ما بعيدش من هذاك الاخر، بيناتهم الحد الاخر ديال 70 و ديال سميتو، غير هو راه كيدير المصاريف بزاف. ولكن سرعتو كتجي زوينة، أما الزرع لا. مادا بينا حنايا يتقام علينا تزرع فابور، يتقام علينا باطل ونديرو ونبيعو حنايا ب 150 درهم للقنطار، والدرويش واكل، وحنا مصيفين، وبلاصة ما غتصيف 40 قنطار غتصيف 80 قنطار. وهنا فين كتكون الحلاوة ديال الشتا وديال الله يرحمنا والله يدير شي تاب. وباش يبان لكم الفرق، أنا راه كنت كنصور لكم لهي حدا هداك المسجد، دابا باش يبان لكم الفرق، هادي راه جايه ارض راه فيها 6 هكتارات هنايا، مزروعه تاهي بالفارينه ديال سوناكوز، كلشي رانا عندنا غير شي حبات قلاله، حنا غنحبسو شي بلايصه وغتشوف. هذا صورتو هذا الفيديو صورتو ديال الارض ديال الجار ديالي. المهم ما عندوش هو ما سقاهاش وداك الشيء ما نديرش ها الزرع نور هنايا، الزرع هو باقي هو هنا. يلا تنفخ شويه مع ديك الشتا اللي صبات الاخرى سميتو، وحبات قلال اللي خارجي. بغيت نصور لي هات هذا، راه مزروع في نهار 15 في شهر 11. هاد الزرع راه 6 هكتارات هنا، مزروع نهار 15 في شهر 11 الوقت الفعلي ديال الزريع. وشوفوا سبحان الله، الله يرحمنا الله يرحمنا بشي شبعه ديال الشتا. تحياتي لك.